السلام عليكم، ورجعنا في حلقة جديدة تحقيق مع محمد وماجد. وخلونا نبدأ. فكرة الحلقة اللي معانا اليوم، طلبنا أسئلة من طاقم القناة ومن سناب شات حقي والإنستغرام، أسئلة موجهة لمحمد وماجد. وجات طبعا بيفصل اليوم كله زي كذا، ما في مشكلة. السناب كود حق أحمد هنا، سوي له فولو عشان لما يسوي فرصه ثانيه زي كذا تقدرون تسألون أسئلة وتروعونا في المروعة. محمد برضه طبعا، لأن أنا إنسان صراحة ما أعرف واسطات، أنا أعرف أمي وأبوي. أول سؤال من أخو ماجد إبراهيم العامر. الله أكبر. السؤال الأول، طبعا على فكرة ترى ما أدري إن أخوي حتى سألني سؤال، فيلا أي طبعا هم الاثنين ما شافوا ولا سؤال، فالأسئلة مفاجأة. عاد أشوفوا سؤال أخوه ترى صعب. سؤال ماجد إنه ما يدي إن السؤال من أخوه، مو ما يدي إن إبراهيم مو بأخوه. لا حد يفهم غلط، هو يدي إن إبراهيم أخوه، بس ما يدي إن السؤال جاي من أخوه. سؤال لمحمد، السؤال من شقان، السؤال لمحمد. اسأل محمد وش اللي يخليك ما تطفش؟ كل يوم أحد تنزل انطباع. حلو. الله أكبر. بس باختصار، اللي جيني يقول إن قيم ومثاليات، لا حبيبي حلم. أنا من بديت قلت كل يوم احد بنزل حلقه، وما كان في وقت اني اتكلم عن ون بيس، يعني جور القناه في البدايه ما تكلمت عن ون بيس، بس انا قلت لهم كل احد بنزل لكم حلقه، وهذا كان حلمي اني التزم بهالشيء. فما اطفش، حد يطفش من الحلم؟ هذا الناس تقعد تشرب بيبسي وتشرب دخان وذا وماخذ راحتها وما تطفش. اطفش من تصوير انطباع؟ نهي 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 ابدا. ناخذ الجزء الثاني من السؤال. اسال ماجد كيف تقدر توفق بين شغل القناه والمتجر والزواج مع بعض؟ الله صح. أخوي محجر لنا. طبعا هي الشغلة تتطلب زي ما قال محمد، وجه عزيمة وحلم وطموح عالي، وأيضا تتطلب تايم مانجمنت. لازم تتخلى عن كثير من الشغلات اللي أنت يعني تحبها، على سبيل المثال النوم، تقلل كمية النوم قدر الإمكان. يعني أنا ما نام في اليوم ترى 3-4 ساعات في اليوم، بس لازم يطول العمر تترك بعض الانترتينمنت الترفيه. يعني يمكن محمد وأخوي إبراهيم برضه يدرون عن ذا الشيء، كنت مدمن مسلسلات أجنبية. في الأسبوع الواحد أشوف 20 حلقة مسلسل أجنبي. إدمان إدمان، يعني بكل ما تعني كلمة إدمان. حاليا حي الله جيم ثرون بس، وانتهى وقفنا وكنا نتابع شيء. زين، على يوم الإدمان تذكر شنه الممثل اللي منعناك تشوف له لا فيلم ولا مسلسل ولا شيء؟ حرمنا عليك أيام جلساتنا مع الشباب. ليه؟ ستيفن سيغال. اي طبعا. هذا ترى فعلا ممثل محرم على ماجد، انا من ينتهي الفيلم 2 في الاسعاف. لازم اكسر يدينه وما اسوي شيء. عندنا السؤال الثاني، طبعا احنا ما نحب الواسطات، هذا مشرف معانا في المنتدى. يقول سؤالي، وش تتوقعون حول ايقاظ فاكهه يامي يامي؟ يامي يامي حق التيتش الظلام. اجاوب انا اول؟ اول. أنا قلت من قبل كل فاكهة لها إيقاظها الخاص، يعني مش تيت لها إيقاظ فاكهته بيحول الدنيا كلها ظلمة، وما بدي غير شيء يسوي بلاك هول ويحول الدنيا ظلمة، فإيقاظ فاكهته هيكون أقوى من كذا. لكن أتوقع أن إيقاظ فاكهته أنه يصير كامل لوجيا، يتحول إلى ظلام كامل، هو نفسه يصير ظلام وما تدري منين يجيك الكف. إجابة دبلوماسية وحلوة. فعلا طبعا ما شفنا من قبل لوجيا في الأويكينينج، شفنا الزون في السجن كيف الأويكينينج حقهم الإيقاظ حقهم، وشفنا البراميسيا عند دوفلامينجو، بس حتى هذه اللحظة ما شفنا لوجيا أويكينينج. فكيف بتصير الأويكينينج حقهم ما نقدر نتوقع، بس نظرية محمد حلوة صراحة إنه يكون عالم من الظلام. سؤال مميز من أنس. أهنيك صراحة، سؤال الثمين. أنا بالنسبة لي أشوف إن اللوجيا ما لها إيقاظ. سؤال من W2B_، هل بتنزلون ومضات قريبا شانكس واليونيكو حرب العظمى؟ هو جديدة شيء أنا ومضات. ومضات آخر شيء نزلناها عن الأدميال الجديد. شانكس نزلنا عنها ومضات. الحب العظمى نزلنا عنها ومضات. هو ينتظر هل في عودة ولا بس؟ منو اللي تابع الومضات؟ منو W2B_. من أبعنا من الطاقم؟ لا. الله يسامحك يا W2B_. أغلب اللي سألت عنه نزلنا عنها ومضات، بس إذا أنت في شيء أكثر. بننزل قريبا ومضات. عن جول دي روجر، انا امس كنت اتناقش مع احمد في النقطه هذه، شو رايك في اللي انا لقيته لك عن جول دي روجر؟ ترقبوها.
طيب آخر العنقود يقول سؤال مهم جدا. لحظة لحظة اسم آخر العنقود. يقول ميوزيكول كواي. لا مو المقصد والله. هذا قصده هذا قصده. يعني أنا بقول لك يعني أن هذا أبوه وعنده عيال يحب يدعى ناس يقول لك يعني لك. شوف السؤال. ميوزيكول رجال كبير. بس هو آخر العنقود. شوف السؤال حق آخر العنقود. يلا شوف سؤاله. من يحب لوفي أكثر هانكوك ولا بارتولوميو؟ يعني ميوزيكول ميوزيكول كواي. أنا صراحة أنا رشح بارتولوميو. أنا رشح بارتولوميو. والله بارتولوميو حتى النفس يفرق معه. هانكوك حبه حب زواج. طيب معليش أنا آسف. هانكوك الموقف اللي سويته هانكوك لبارتولوميو ولا زوب كبه لما سموكا ثبت لومي بالأرض قالت له شلون تثبت الحب حقي بالأرض. هذا ضحى بحياته عشان ما ينفع. بارتولوميو ضحى حمر روبن بحياته. ترى بو هانكوك تحب بس لوفي. بارتولوميو يحب اللي يحبه لوفي. كواي. السؤال اللي بعده من انمي كيلر يقول بس دقيقه دقيقه ترى اخذ عنقود والله نكت وياك ترى انا كذا لو تشوف احمد لو طلع لك كوز احمد طفشته اقول له مساعد اطلع برا عادي هذا نكت يعني مو باحكاك ولا شيء بالعكس توج على واسي. سؤالنا الثاني من انمي كيلر يقول وش رايك باللي يقولون اكاينو اقوى من اليونكو؟ انا مالي صراحه باللي يقولون. ايش رايكم اقول انه اكاينو اقوى من يونكو؟ هو معوب من يقصد يعني. يا مو ما انت تحط سهم يسوي كذا تقصداني وقلت ان كاينو اقوى من الادمي ولا فتسالني شو رايي في رايي شلون اجاوب يقول لي شو رايك في رايك يعني كمان يعني شلون اجاوب هذا يعني انت الان مصر ان كاينو اقوى من يونكو كاينو شخص لشخص مع يونكو اقوى مع حسب ما شفت يمكن ما فهموها هذيك المره يا جماعه انا لما احكم انا محلل ولست متنبئ في ون بيس انا محلل ون بيس اشوف الاشياء اللي فاتت واقول لك ايش بيصير بناء عليها قدام محلل فانا قلت قوه اكاينو احللها من قتاله مش من تصورات وعاطفيه انا ما شفت شانكس يقاتل الا عصابه سخيفه وما شفت كايدو يقاتل لحد الحين وشفت اليونيكو اقوى رجل في العالم في معركه مع اكاينو اقوى رجل في العالم خسف اكاينو الى سبع ارض ومع ذلك اكاينو ايش سوى قام ماركو نائب اليونيكو طعن اكاينو قصه وقفته تقريبا او طعنه بالهكي واكاينو ايش سوى؟ قام وفي نفس الوقت اللي نائب اليونيكو طعن اكاينو الكابتن الثالث او الرابع اللي هو بيستا طعن اكاينو واكاينو قام على هالاساس قلت ان اكاينو اقوى لكن لو ان الويت بيت في عز شبابه كان مسح اكاينو بس انا بناء على اللي طلع لحد الحين فاكاينو المعطيات اللي ظهرت المعطيات ولا واللي قالوا لي اذا طلع كايدو راح تتاكد ان اكاينو اضعف ولا عنده سالفه بس اسال سؤال واحد بس شلون مسك 40 مرة؟ أي أكيد. وشلون تطبق عليه حكم الإعدام أكثر من مرة وانكسرت المقصلة؟ من اللي مسكه؟ مو أنا أتوقعي للموضوع وقلت أكثر. واللي بيقول لي إن كايدو سلم نفسه بقول له طير ما عندك سالفة. لا لا لا. كايدو محارب ما يسلم نفسه يبغى يموت على أرض المعركة عشان كذا قال لي يا كيهوتي احضرني الحرب العظيمة مو بيحل أكان يقول قص راسي. لا لا طبعا مو هذا المقصد بالنسبة لكايدو بعضهم طبعا سالفة إنه سلم نفسه. يقول لك لأنه هو يبي يموت فكان يبي يقتلونه لا هو ما يبي يموت بأنهم يقتلونه هو يجرب قوته إنه يعني هل أنا فعلا في شيء يقتلني ولا لا قاعد يختبر مدى قوته مو معقول منطقي إنه يروح يسلم نفسه حكومة العالم يختبر قوته لا مو هذا السبب اعتقاله هالمرات هذه الكثيرة ومحاولة إعدام المرات الكثيرة ذي فعلا انهزم ولكن ما مات وهذا يدلك على مدى قوته كجسد تكلم كخلود كخلود انه مخلد انا اتكلم عن الخلود وقدره الخلود حقته في حلقه ما فيها حرب روح شوف لا بعطيهم مثال حي زماس من دراغون بول ترانكس يفقع وجهه بس ما يموت هذا يدلك ان زماس قوي بس مو معناته انه اقوى الموضوع في لحظه ليه ما تطلع كامل قوه كايدو بعدين نقدر نحكم ما نتكلم طيب سؤال بسيط هل راح تحضرون او ان جي من او بي اندرسكور في بي أنا لا نعلم لأن تأجل حتى الآن تأجل المرة الثالثة المرة الثانية فهذا يعني ثالث تاريخ نعرفه ولا نعرف التاريخ اللي نحط فيه حاليا هل بيثبت أو لا وبرضو ما نعرف إذا كان يناسبنا إحنا أو لا حتى الآن فإذا كنا بنحضر بنعلن إن شاء الله إذا كنا بنحضر إذا راحوا رحت إذا ما راحوا ما رحت طيب السؤال اللي بعده من أنت شبه والطاقة الله دكتور حقكم لا كواي طيب
سؤال من حمود 3450 يقول وش رايهم في انمي طوكيو جول ومتى الجزء الثالث انمي لوفي؟ انمي لوفي لو في اقعد الله يرحم اهلك. انمي طوكيو جول انت قلت انمي لوفي ما قلت لوفي انمي طوكيو جول معليش عشان تفهمون المصيبه اللي احنا فاهمين فيها. واحد من الغبيه يقعد اسئله حق واحد حساوي ما استوعبت. المهم رأيي صراحة الجزء الأول والجزء الثاني طبعا محمد نشب في حلقة لأنه ما تابع فأنا تابعته طبعا والمانجا ما تابعته لا أحد يحرق عليه فأنا رأيي لا أحد يحرق علي حرقوا علي يعني كل يقولكم حرق علي لا أحد يحرق. المهم رأيي في الأنمي إنه جميل جدا واستمتعت فيه صراحة الجزء الأول والجزء الثاني مع أن الجزء الثاني حرفوا عن القصة الحقيقية فعلا ولكن يعني أعرف على المانجا ولكن استل أنا استمتعت فيه هذا وجهة نظري. الجزء الثالث بأنهم حرفوا القصة الجزء الثاني ممكن ينزل الجزء الثالث بس حتى الآن معلومنا أنه صراحة حقق شعبية قوية الأنمي والمانجا أيضا فهل فعلا بيصير فيه ولا لا ما ندري متى برضو ما ندري متى ما أتم الإعلام بنعطيكم خبر إن شاء الله. طيب السؤال اللي بعده من ماجد أبو يزن خوينا في القناة. أهلين 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 يزون شحبابة يقول أحلى أغنية إنمي سمعتوها عربي ياباني قديم جديد أي كان أغنية إنمي. قبل أجاوب بس الجميع معاي يدعون حق يزن بالشفاء العاجل يحتاج دعواتكم. أحلى أغنية إنمي شفتها عربي كذا تسألني أنا أنا عربي عربي ياباني قديم كله أي شيء حب العلم وتعلم واختار عدويته وده ماجد جزيرة الكنز نحن طبعا هذه لها ذكرى خاصة عندي صراحة كان أول حفل كوميكون حضرته في دبي قبل 5 سنوات المهم الحفل الأول كان في مرسى دبي اللي حضر يذكر ذا الشيء كانوا جايبين سامي كلارك وحضرتها لايف سامي كلارك كونسرت كده على الستيج غنى لنا جراندايزر بعدين جزيرة الكنز تحمس في جراندايزر ولكن في جزيرة الكنز جاتني مشاعر جياشة صراحة ذكريات الطفولة كلها رجعت كان شعور لا يوصف صراحة استمتعت كنت أتمنى أن محمد معي ولكن ذيك السنة ما قدر يحضر معنا. بالنسبة لي أنا كانت أغنية ليدي ليدي ويش؟ ما هذه برضو من الأغنية لأنه أنا كنت صغير كان أبوي يجيب 10 فيديو وما كان عندنا تلفزيون إلا هذه. قد ينصدم البعض إن إحنا ما جبنا شيء من الأغاني الجديدة ولكن تبون الحق الكلاسيك لها طعم رائع لأن عشنا ما حيام الطفولة. صحيح الأغاني القديمة أفضل ليش؟ لأنهم كانوا يأخذون نفس الكلمات حقت. لا لا نتكلم إنه قال ياباني أو إنجليزي. أنا بقول لك شغلة العربية أنا أقول لك الحديثة ما أحبها كلها ليش؟ سابقا يأخذون نفس كلمات الأغنية ويكتبون قصيدة بروابط القصيدة اللي قافية صدر عجز وتناغم في القصيدة بشتى أنواع الأبحر لكن نفس كلام الأغنية. طيب هنا حاليا تحريف لا يترجم لك الأغنية بس يترجمها لك كلام ويحاول يغنيها بالطريقة النثرية. أنا ما أحب الطريقة النثرية هذه يعني أنا أحب والله شوف أنا مالي في الشعر وذا الأشياء ما شاء الله أخبر مني فما أفهم ذا الشيء بس القديمة كان لها طعم كان لها نغمة أكثر. إذا بتسألني عن الجديد والله كثير الجديد الأغاني الأنمي اليابانية الجديدة كثير يعني كثير أنا صار. من الأغاني الجديدة اليابانية بليتش لا أنا صراحة مؤخرا أغنية نهاية ري زيرو اللي انتهت عليها الأنمي إبداع إبداع صراحة. أنا أغنية كونان الجديدة we'll be right back.